المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام 13 دقيقة وثمان ثواني بالوفاة والتمام. تهانينا لمالك مهمة سالم بن سعيد بن سهيل الراشدي. هكذا كان مسار هذا الشوط وهذا التواصل الجميل على أرضية هذا الميدان. مشاهدينا متابعينا الكرام شوطا تلو الاخر في هذا الصباح الجميل في هذه التحديات الرائعه. شوطنا السادس الذي اعلنت انطلاقته منذ لحظات وهو شوط خاص بذلل المهجنات الاصايل في اشواط التميز اشواط الاثاره في هذا الصباح الجميل. نسير مع الصداره وارى هناك الشماليه، ارى الشماليه من قاده المجموعه منذ البداية وبشعار حمد بن بيات بن حمد الرميثي. ننطلق مع المركز الثاني، نتابع المركز الثاني وأرى سرابة لأحمد بن عبيد بن سعيد الخاطري أيضا من ينطلق مع المركز الثاني. ثالث التحديات شديدة لسهيل بن سعيد بن زهر الخيلي الدور دور المركز الرابع. نتابع رابع التحديات وأرى هني الذيبة لعبد الله بن سعيد بن سلطان الشامسي، بينما اذا انطلقنا مع المركز الخامس. المركز الخامس ارى هني غزلان وبشعار سيف بن مبارك بن هواش الخيلي من يتابع انطلاقة غزلان. الكيلو المتر الاخير غزلان بدلت وانطلقت مع المقدمة والصدارة. يا سلام التحديات جميلة. سيب مبارك بن هواش الخيلي من يتابع انطلاقة غزلان مثيرة مع المركز الثاني لناصر بن مغير بن سالم العميمي. ومع المركز الثالث ارهني سرابة لاحمد بن سعيد الخاطري. اللحظات الاخيرة التحدي الاخير ومثيرة مثيرة 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 مع العرض الجميل واللحظات الأخيرة. غزلان ومثيرة مثيرة وغزلان التحدي ثنائي في اللحظات الأخيرة في الأمتار النهائية المتبقية من هذا الشوط. ولكن مثيرة على الصدارة مثيرة على المقدمة. تهانينا لناصر بن مغير بن سالم العميمي وسلام سلام يا العين سلام. أسعد الله صباحكم يا هاني منازف مع الأداء الجميل اللي قدمته. مثيرة المركز الثاني غزلان لسيب بن مبارك بن هواش الخيلي. المركز الثالث تصل في سرابة لأحمد بن عبيد بن سعيد الخاطري. المركز الرابع الذيبة لعبد الله بن سعيد بن سلطان الشامسي. والمركز الخامس الشمالية لحمد بن بيات الرميثي. والبقية نحيلها لأعضاء خط النهاية ولكن نعود مع التوقيت الزمني مشاهدينا متابعين الكرام ولحظات وصول مثيرة إلى خط النهاية تقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 12